إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. ثم ما بعد، أحبتي في الله، الشكر والنعم، هذا سيكون هذا اللقاء إن شاء الله تعالى، الشكر والنعم، وسوف أتحدث إن شاء الله تعالى على هذه النقط التالية: أولا، تعريف الشكر، ثانيا، أقسام النعم، ثالثا، أقسام الشكر، رابعا، الشكر هو وظيفة الأنبياء، وأخيرا، حفظ النعم بشكر لله تبارك وتعالى. العلماء أيها الأحبة ذكروا عدة تعاريف للشكر، وأحسن تعريف وجدته في هذا الموضوع هو تعريف الإمام ابن القيم في كتابه مدارج السالكين، حيث يقول: الشكر هو عكوف القلب على محبة المنعم والجوارح بطاعته وجريان اللسان بذكره والثناء عليه. وقال آخر: الشكر هو صرف العبد جميع ما أنعم الله عليه من السمع والبصر وغيرهما إلى ما خلق لأجله. ونعم الله على العباد كثيرة لا تحصى ولا تعد، كما قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار، وفي آية أخرى: إن الله لغفور رحيم. وإن شاء الله تعالى يمكن تقسيم هذه النعم إلى ثلاثة أقسام رئيسية، يمكن تقسيم هذه النعم إلى ثلاثة رئيسية. أولا، النعم الدنيوية كالصحة والعافية والمال الحلال. ثانيا، النعم الدينية كالعمل والعلم والتقوى والمعرفة بالله تبارك وتعالى. ثالثا، النعم الأخروية مثل العطاء الجزيل أو الثواب الجزيل على العمل الصالح القليل يوم القيامة. هذه هي الأركان الرئيسية للنعم أيها الأحبة. وما منا من أحد إلا وعنده هذه النعم، نعم دينية ونعم دنيوية ونعم أخروية. وأعظم هذه النعم وأجل هذه النعم هي النعم الدينية، ويجب على العبد أن يرى هذه النعم على أنها عطاء من الله تبارك وتعالى، قد من الله تبارك وتعالى بها عليه بلا واسطة وبلا حول وبلا قوة، كما قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. وكما قال تبارك وتعالى في كتابه:
ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. وكما قال تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. هذه النعم أيها الأحبة النعم الدينية هي فضل عظيم من الله تبارك وتعالى، من الله على عباده بلا عوض وبلا واسطة وبلا حول وبلا قوة منا. وأقسام شكر النعم أيها الأحبة أيضا تنقسم إلى ثلاثة: شكر اللسان، اللسان يشكر وهو التحدث بالنعم كما قال تعالى وأما بنعمة ربك فحدث. ويكون شكر النعم أيها الأحبة من الأركان، أي شكر الأركان، وشكر الأركان لا يتحقق إلا بالعمل الصالح كما قال تعالى اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. ربما يسأل السائل كيف يعمل هذا النبي العظيم وهذا العبد من عباد الله تعالى، كيف يعمل شكرا كما قال يأمره الله تبارك وتعالى ويقول له اعملوا آل داود شكرا. وهذا العمل أيها الأحبة هو العمل بالأركان بأعضائك، تسجد وتركع وتقوم لله تبارك وتعالى وتقرأ لأجل الله تعالى، هذا هو شكر الأركان. والشكر أيضا يكون أيها الأحبة من الجنان أي من القلب، وهو الاعتراف أن تعلم أن ما بك من نعمة إلا وهي من الله تعالى. ما من نعمة أنعم الله تعالى عليك أو أحد من خلقه إلا وهي من الله تعالى. ولذلك تجدون في الحديث النبوي الذي رواه أبو داود والنسائي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال حين يصبح اللهم أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقه فمنك وحدك لا شريك لك فقد أدى شكر ذلك اليوم، ومن قال مثل ذلك حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. من قال حين يصبح هذه الكلمة اللهم أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقه فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر فقد أدى شكر ذلك اليوم. وهذا شكر القلب أيها الأحبة، الاعتراف أنك تعترف أن هذه النعم من الله تبارك وتعالى. فاللسان يشكر والأركان تشكر والقلب يشكر أيها الأحبة. والشكر أيها الأحبة هو وظيفة الأنبياء كما وصفهم الله تعالى في كتابه من لدن نبي الله إبراهيم إلى نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، وصفهم القرآن بالشكر أنهم كانوا شاكرين كما قال تعالى عن إبراهيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا بأنعمه، كان يشكر بالنعم ولا يكفر. وكما قال تعالى عن نوح إنه كان عبدا شكورا، وكما قال عن غيرهم من الأنبياء. وسوف أكمل الحديث وأفصل بعد الجلسة إن شاء الله تعالى، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفرونه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنة إلى يوم الدين. أما بعد، وحنك هذه الكلمة خطبها شكرك ينعمين كإلهي الدومة النعمين قيمين وقفك قيمه نعمة إلهي أقبل
إيا شكرين وكشكريو نعمداس وحان وحير كهذا اللي تعريف هذه الكلمة كلمة الشكر وحال قوة ذا شكري وحيش أن علموه تعريفات ربضا لكن وحاقه مهم سن مثل إمام المقيم وكو تعريفيه هذا ابتدينا الإلهي كشكر دي تعريف كان فيه وحليه الشكر هو عكوف القلب على محبة المنعم وحا شكري اللي إله ذا إن قلبه وضل فريسته وسكتقين وكعتكافه تعايل كمتك النعمية إن قلبك أي مرة كبحن الله جعيل كيسو مروا البقين الحصوص ناتين الله جعيل كيسا صوت قفك إحسان كو سمايا والله جعل هذا قفك نعمة كو قلو والله جعل هذا مرك الشكرين تو حوية قلبك إنو حصوص ناضو إنو إلهي نعموين بدن كسي أو نبقى جعلات وحكلوا لي هاي والجوارح بطاعته إن حبنه أين مر كزول أو كع اتكافان طاعة إله إن حبنها والله أطيعان قعمها يندها يدقها إي حبنها لن الله أطيعان وحليه هو جريان اللسان بذكره والثناء عليه إن عرب كاغونا ومر والبكو صعدا شيك شيك قال لا يا أمانتيس إنا مر والبشيك شيك إنا مر والبأمانتي قفك النعمة كو قلي وانا شعلا ذا قفك النعمة كو قلي وركي سوال لما قلا قفك النعمة كو قلي وانا أمانا صدح ذا سئلة إلهي أسميسي أيال لي رهدا شكر النعمة نعمة ذينا كشكري وحليا هاي شيخ كلي واصلة تعريفيي شكري وصرف العبد جميع ما أنعم الله عليه من السمع والبصر وغيرهما إلى ما خلق لأجله وقفك إنو أليحيو مغل كيس إيا إنديهيس إيا وحكستو إلهي سيي إنو آت سيو وكسميو وحلو تلقى وكل شكري يا مركز إن دا إلهي كسيي وحي إلهي تلقى ما تكون قبطي وكل شكري لقى إلهي كسيي وحي إلهي تلقى ما تكون قبطي وكل شكري قلبي بو إلهي كسيي وحي إلهي تلقى ما تكون قبطي وكل شكري مركز هسا إلهي شكر نعم وحربا وحير إنا كلاو كهالله وحل إلى هذا النعم نعموين كإله مركز كشه كيس نعموين كإلهي كو قلي ونعموين تربضا إلهي باوحوير وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها هذا نعموين كإلهي ترسان مكو بكرتان والله يابيسا مركز أردت نعموين كإلهي كو قلي القلب يخجل واللسان يعجز عن وصف هذه النعم نا نعموين كاشيكتد أو سيفيسد أو تلمانتد عرب كاغونا ما أودو قلبي كاغونا ما أودك نعموين كيلها كوغل انت ترليقهين وحا نعكا تقنا لحنا نعموين كوحا أواوين صدح نعمة أو رئيسية النعم الدينية نعموين كديني قوي إلهي كوغل والنعمة الدنيوية نعموين كالدنيا ذو إلهي كسي والنعم أو النعمة الأخروية نعمة آخرة أما نعموين كآخرة إلهي أكسي وحنعموين كديني كأكمدة مثلا العلم إن إلهي علم كبر إنه إلهي القرآن كبر العمل صالح إن إلهي عمل وناكسن كوافجي التقوى إنه الله كعبسي إلهي أكسي المعرفة بالله تعالى إن إلهي برتد أو إلهي أكبر ونعم ديني أوي نعموين كالدنيا ذا وحاكم ذا كالصحة والعافية عافماتك أوكلا عافماتك إلهي أكسي يحبنها إلهي أكسي وغير كأوصصين إنك فكرت وحاكم ذا المال الحلال عرور يمال حلال إنه إلهي أكسي حاسك يقريها يعرورت وحالله يا بيسا مركة قاركو مركة برفك دائي هداد بنانك كله قيس وذ أركت الدب برفك كل ما تيسا قلبك أقول أنتو خشوعات وحد حسوساني سنعمونك إلهي كو قلب مع أني حاصل برف وأنتو دعي قبو بذنجري يعني برنانك إنتان باور إرتبع نصاب حي أنا اللو غيني يمسايتك إن عيساس يعني حان أركي قف دمر وصدح عنوك وكالير يروضت وصدح ذو عنوك بيقعمها هيسا وإلو غيني ساجد كاني كله غينيسا باور موضته مركا البرف كله غينيسا وانفيريي
والله قلبي جيجا إنها إلما كسو استاكت وحان حسوستي قرقا كسو بحي إيا بابور كأن وتي إيا جاكدا آن وطو نعمة داس إلهي إيا قليبان حسوستي مركات في ريسيد مركة أدون إلهي ونباتي مركات في ريسيد برفك إيا قبوغا إيا نبكا أي دادكو كجيران و أذوغا أد أركت النعمة أد هيستيد و الدنيا دا واتكوش وين اتكوشو كريسيد وحا نعموينك كمدا النعم الأخروية نعموينك آخر ونعموينك آخر وحا كمدا العطاء أو الجزاء الجليل إنو إله أبا المرين وين أكاسي ما أنت قيامة عمل يرأو أتسميسي ونعم أخروية ونعم ونعمة آخرة أذهر الدونت وحا أدوين وين نعموينك أس إخواني إلهي أكوك على قفك صورنا قميدا هو هايستا وحا نعك تقفك استئنو قيب هايستا لكن قف كاستئن كفلا أيو إلهي سي وحال روى مركة إن إلهك الشكر دي نعمة ينكاس وحا أغوين نعمة الدين تا أغوين ونعمة أن أنقذنين هذا مثلا لك أنقذنه العقب أنقلب إحنا وانقذنا والنعمة إلهي لكن وانصوقنا إلهي بأن نوصخرة لكن دين تا ما أن أنقذنين إلهي بأدتك إن قدر طيئون السيئي ولذلك الله وحولي مركو أرك كهضيه ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان إلهي با إيمانك إذن جعلي سيئي وقلبي إنك قرحيي يا إيمانك كبري يا دينتك سيئي يا كوافجي إنا برطة الله تبارك وتعالى وحضر كيسان مرك قاركم أبدا لي تضوي شنويل تضوي أو كدنا لي تضوض بإني دين تبرتان او هل مد او كمد دين تبرانيا انت كان اقرب مريا هل كاس وليا دين توافجي الله تبارك وتعالى ونعمه ونعمه وجدها العبد بلا واسطه وبلا حول وبلا قوه ونعمه كل شيء اظن وحد نبقى اي وحده ذاله او شخص امر به الى هيكسي ولذلك ما المال ما كمد ابو بكر رضي الله عنه اي صحابي بحوغه وحد احمر سعاد مصطح لديه جري أبو بكر وحسين جري يو أبو بكر كعراضي مركاسو وحو كقاستي وحسيني صوتو قوالي أبو بكر عايش وحكا شاك مركي قصاني إلهي وكشاك إلهي وحيري ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء هذه رحمة ينحريس إلهي أين جري لهين قفنا مطاهر نمقاتل قف طاهر أم جري قف مجرين نظيفة قف مجرين إهل الدين قف مجرين إهل الشرفة لكن إلهي بقى قفك ربو تسكية أو شرفة أو نظيف كليه بل هذا أسمعني هذا الثيري ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء ونعمة قفك أكهله بلا أي عوض صبعوا وحبكم بحن أكهله نعموين كاس إخواني كدب شكر يا نعمان كلاك شكر يا واسطح قيبض وهذا يعني كان ذاتك بضن كوهو إنا إما قليان وحبضن نعمة الله لك شكر لكن إنو سر علمي أهان وحكا قرصونيهن نعمة إلهي ولاك شكر يا واسطح قيبض عربك وشكر يا إنا النعمة الشيكت الله كوهو قلبك وشكر يا حبنوهن وشكر يا عرف كو شكريا يا النعمه الله كو غلي وا ان شيخ شيخته وكالا دهي واما بنعمه ربك فحدث نعمه الهي كشيك مركو الهي كشيك هي سوره الضحى نبي نعمهك الهي او غلي اسوا اغونا انو الهي سو دوي اسوا عيضه انو الهي وحسيه اسوا دونسن انو الله هنونيه ايو الله وحيري واما بنعمه ربك فحدث نعمهك الله كو غلي كشيك نبي محمد ونبي محمد وكشي كينجر نعمويك وحا دعضي مال مال مها كمدا نبي صلى الله عليه وسلم وقاتشوبي ونبي محمد صلى الله عليه وسلم وأفضل خلق الله وأفضل من وطئ الحصى وقفك الدونك ألك كسعضي قفك وقفضي بناوي وقاتشوبي قولي سينتو قاتل التوقي وايي يبناك أصابحي مركزا وحاوي من أبو بكر نبي أبو حكوي لأبو بكر محاقور قاية كاسو سارة سيو رسوك إله قاتل لتشوه مركزو نبي قيلا أنا قاتل لتشوه وأبو بكر وننكي أمدا وفضل قبضنا
وحاي يمد عمر رضي الله عنه قاسو النبي وحين عمر وقرقاق بحاكاس وصاري مرقاسو أخرجني الجوع يا رسول الله سوك الله قاتعي سوصارت قاتعي سوصارت وصدح ذي أمدان وأني محمد أمدان وحا إلهي أبو رفضي بضا وأبو بكر أمدان رفضي بضا وعمر أهنمكي كسوحي يا قاتعي أنه هو أدرقنا عمتدان دادنا العاق بان شابك كسدنا هذا نوحان أمسنها إنا عندما تيسنا نبا وحولها تجوع الأسط في الغابات جوع تموت الأسط في في الغابات جوعا ولحم الضأن ترمى للكلاب أيضا اللي باحو ودور ككوكا تيسيها أيا أيغو هلب كدرقا مركا عمتدان الله يستو مهمة قفك أصوى الشرف بضنبو قاة شنكرا أصوى حيوانات كي أي هلب كدرقا مركز النبي وحي صلى الله عليه وسلم نكانا صدح رضيع صلى الله عليه وسلم أياه وحي أتقيني إلى أبو الهيثم الأنصاري أبو الهيثم مركي حاسكي سوء أركتي تأكل بطبطيب يسود ويسي رضي الله عنها وأرضاها نبي وحي إلى أبو الهيثم أول سيتبيوك هذه صوت وهذا صوف الإسلام نمكي بأيهم سيتل وحا كويمن نبي إلهي إيا اللبن يسي صحابة كويمن نمكي وكال بطبط أصبح أرض يصوق لي markaasoo intuu kala batray oo mindi la booday oo ariga dhex galay markaasoo nabi wuxuu yiri haddii aad wax qalaysid ari caana la haqal neef bu soo qalay timir bu soo jaray waan xoolahayst ansari timir bu soo jaray oo soo daadiye kala nooc nooc nabiga iyo Abu Bakar baa cunay iyo Umar radiyallahu anhu markay cuneen ayuu nabigu intuu dhigay oo Ilaahay ku xamdiib wuxuu yiri amma hadhihi ni'am fasatus'alu yawm al-qiyamah نعمدان أوهاي ستان ما أنت قيامة والين ويدين تونا والس ويدين تونا والين ويدين تونا قاعد يقول إن نجس وصار عنتان ما أنت هاي سنة والين سؤالي تونا وحال الربا قف كمؤمن كأمركن نعمدا هلا إنه الله حسوسر عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم ولقن كأنبياء إله وحال الكيسان إخواني قلبي قفكو الله وكشكريا قلبي وحاله وشكريا إن أوجاتي وحكست النعمة أو ألك سي أما هي رات أما هويناته والنعمة إلى هي بحياة الله حق سكتم رفير صلى والنعمة الله حق سكتم ولذلك النبي وحلي صلى الله عليه وسلم حديث أبو داود النساء كسرة وحلي يعني قفكي صبحينها الله ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقي فمنك وحدك لا شريك لك فقد أدى شكر ذلك اليوم قفك انت اصلها ما انت شكر يدوقت قفك ده اللهم اصبح بي من نعمة الهي وحي النعمة او يقوى بريست انساك قوى بريست او بأحد من خلقه اما قف الضوام هذا كمذا نعمتي اللوى بريست فمنك وحدك اذيك كليك عتم لا شريك لك وح شركي انا قوة مصر شركي اللغة مصر شركي مليه وحبع كلوه ذاق مجران فلك الحمد ولك الشكر وهذا ما حسنتهاي وانا كل شكرين اياه قفك انت اصلها ما انت شكر قيد ووقت قفك همينك انت قلبك لهنا همينك ووقت الشكر جيسي فيري والاعتراف بالنعم ونعم ذا انا بقرد نعم ذا الله كو قلي وحديعك تقفك انو رهو او الله اي قلي بي محنك شيك شيكي او الله اقل شيكي الله كو قلي لكن ما أنت مركي نوح كسيو وشيك شاقنا حد بضان أولا قبيدا وحولي يا هاي ورقالة ذانا إلهي نو خصب وربالقالة ذانا نوحي نو قلع ورقوليهن دقينا هفير ورعاون تضا نسكعونا ينفير وروحنا للسي ورسكون لدي بافريئة وشيك شاقيا هذي قف وحير وكسامي ما أنت نوات شيك شاق الله محل وشيك شاقي ويدا عز وجل أصلا أنت وصل نعمعك وقال بل أي نعكر تضاد بضان أولا قبيدا إن أي كشكريان إسكداية إن أي نعمدي كقالوبان أو أمر البيئات شاقرين وصوه السين أو حمال السين ولأنه وحما هيست ودهي وشكر واعتراف ويقلبك إنها كاعتراف وحاكمين شكر يا إخواني حبناها إن الشكر سمايان الأنبياء ذا إله مركو قال لك الشيكي وحو النبي داود قال لك الشيكي مركزوه حوير اعملوا آل داود شكرا نبي داود شكر سمع شكر وحالي وحوي إن إلهي كعاب ودد نعمة وكوغل نعمه إلهي كسي حب كسي حقس الله كعاب
إنه ألا كسي قرآن كيس كآخر دعو ألا كسي وحي كيس كده جيس وفرس وجب إلهي كسي الله درت أقول سجود ورحمناها ألا كسي إلهي كعاب وفرس وشكر الجوارح وحبنه إن الله كشكر يامي ولذلك إخواني أن أنبياء إلهي قيمة شكر الله وحق تصي وحق على مضوء أهي إلهي مركو كشكي شكري يا على مضوء أهي الله يكون شكرين جنا وعمل كول وحق على كشكي النبي الله إبراهيم مركز سؤال له حيري إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة ولم يكن من المشركين شاكرا بأنعمه شاكرا وحق شكرين جنا نعمينك إلهي وقرأ وصفه الله قلت لما وأمان له أمانه هداد ألك شكر ذو وكأمان انتهى أضوام ذاك وعلاه كشك النبي الله نوح مركزه إله وحيه إنه كان عبدا شكورا وحوها أضوام شكرين بضموها سيدي نعمينك إلهي أقلي وألا الشيخي مركزه وحيه أضوام كاو شكرين جري أخي ما أنت إلهي وحوك سي عرور ما أنت إلهي وحوك سي علمي ما أنت إلهي وحوك سي عافمات ما أنت إلهي وحوك سي بابور ما أنت إلهي وحوك سي وحق قف بني آدم ألا سيي إلهي وشكري كالي قال إنتاد من الفريستين أو دعمها تاجتين أو ألا أؤيدين وحات لذا إلهي ونعموين كاد إيكا شوى كاد الشكري إي زيادة إنه كان عبدا شكورا أبدون وحوها ألا كشكري وحو ألا كشكيي نبي يد إلهي كمدة نبي الله سليمان بألا كشكيي وفي قصة عبرة بل عبر قصدي سوى حاكو السوغن وحيابا لقو عبرقات نبي قاسمركو ألا كشيكي وحو ألا كشيكي ملكي جيسي وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون وحالله كيني عيدا مديسي أو جنية أو إنسية أو شمبراء مخلوقي إلهي أبو ري أو إلهي أبضان أغلقي عيدا كا أي الله كيني ومن وحاوية لصابا لقي أودي سليمان نبي قام صابحي أودي بفيري عيدا كي سيبو هركعي أصغى صعدة أيو وحو صامر ميل أي قرآن شد قنته مكاسو إلهي وحولي حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت النملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم مركي يماذين ماشي قرآن شد قنته قرآن شاو حيتري وقدتك إن قال لا يحتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون يين سليمان عين كشيء كنت من أيقون وقين قدتك قال ومغلى يا سليمان وفهم يا وملكك إلهي سي والله قد أبرت إلهي سي وفرس مركزه حيري انتو دول عدي أو قصلي فتبسم ضاحكا من قولها وقصلي مركو قصلو الكعدي بوحيري ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك صالحين فيري ربي أوزعني ما أنت وحادي عكرت إنك قفنا جميدا مركو اللو قد برتو أما أوح برتو وقالوا بيبا إنك دخاتيتين وي قالوا بان إنجليرين وي قالوا بان قار كاملا قار في عانو بدن ويجرا نينك لو قضى برتي وحسوسا ددك قال انه كشرف بدني علمي وبرتي وكعرر ددك سوسا اسمع ما لها سدق يا نيبورك عدانك وحليه حدادا عدانك لا سوني او دا لا شاهين او دا سير رقاس وخ لا قيبسني ولغا ميل المجالس هذا ربتي انا اسس فول لغه وخبرشاد هذا اي مستقبلك وانا رقا لا شاهيس مركاسو جماعه مسلم كما وكدح بحيا بل افيرسو نينك ارديغا يا وحيابها كفكر يو نبي كان مركن نعموي كاسو من ألسي وحتى قرآن شذا اللو قديبي ويقان جنك إنسك معه أيو حليه ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي إله يو إغو إلهامي أو إفضو ذا إنا كشكري النعمة ذات إقش إله يو إفضو ذا وأن أعمل صالحا ترضاه إنا سمايو عمل أظهر لك تاي ليس المهم إن الهيست النعمة ما أهم مهم إن العك هيست ما أهم مهم إن تقول القرحان لا ما أهم مهم إن الشهادة خطر هيست مهمك وحوية وأن أعمل صالحا ترضى إلهي إن قصة ما يصير عمل كاس أرهاليكية
إنا سميس إلهي عمل صالحة يغفر ذا النعمة عن عبسيس مركز سوه حولي وأدخلني برحمتك في عبادك صالحين نحريست هذا وحدي لحق لسا الضوم ذا دون ونكس ليس على عبادك الكفار معه يعني نعمة عن إيك الشيء إلهي وقال ذا إقلا مدك معه إلهي يهبل 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 يرقص إقلا مدك وكلم معه إلهي كوان مساكين تا أو مؤمنين تا أو اللوح إلي لحظة يد لي وعلامة سيد النعمة إلهي لو شكري نقص إلهي وسي وحاله ملك أخي هدي إلهي نعمة سي نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم وأفضل خلق الله أيها همين استاج همين كيو أنبو تاجنا إلى اللوجي أي دل دلاعين مركز عائشة وحيتري يا رسول الله لما تتعب نفسك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر محاط سؤلي بيسا أضو ذنبك آجي هوري إياكيتا بابا الله كود عافي مركز روحي يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا ميانا نقريني أضون ألك شكري هدو إلهي وحيسيي ميانا ألك شكريني أنت مركز إنك نعملنا لقلو قفك أسوح وكش وحو كيف كرا نعمل أسوك بابين لها لعقب هلي لعقب مشك بابين لها ما كنت فكر يا إلهي الله وإلهي الله وإلهي بأن نعمده كسي نبي وحولي يا هاي أفلا أكون عبدا شكورا إخواني وحاد أغاتان نعمده ددك كشك ويريهن أنا قمتهن إلهي باير وحانا خبا وددك إنك أنك متك ونعمده الله أقالي كشك إنا يريهن صوت إلهي باير وقليل من عبادي الشكور بإلهي الضومان إذا قوة الشكر ويريه أدب ويريه وافرك ترس وحو إلهي مركة لليه مركة كشيكي الضومان فضلقوا إلهي أقل يقول ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذاتك بوضن كل ذكو بشكر يا معلم وحد كميتا هاي ذاتك أسأل لا أن كل شكر نين كالقالوب مثلا وحد كل شكر ترتا قوة كل شكر دب سوى النقاضي فتش نفسك نفت على أذو بار نفت على قفك هاي قانا مجر نعمل هاي ستين ما أنت ما كل شكر ذي ما سويت كل قالوا ذي هذا ودي بسونه. أن وحن كوسا ختم يا كلمة ذا هذا ربتيد نعمة ذا ألا كسيه إلى جوكتك وأهات. وح حقيقة مركي كلمة الله رك بذن ويسوبر رويا صوته وحره النعمة ذا إنك هكلا فكني. وحو قبا خير في عنبو قبا وحره إنه سكفكني. عروف في عنبو هايستا وحره إنه كهلا. وهو هيستا شقة في عن وهو ربا إني أنا شقة ده سين لي أفلق السين وهو هيستا العق وهو ربا العق تاس إني جبانين مرة بتاع النعمة ده إني كوجو تبل أي زيادة مرة بتاع هداك ربت كشكري نعمة ده إن عطابة وحدي جري من قفك من لم يشكر على النعمة قفك النعمة ده كشكرين فقد عرض لزوالها وهو أبا بحي أو نعمة ده وجارسيي أنا بابا بابا أيسا أذاك عند هذا كبابي إني ومن شكرها قفك كشكرينا فقد قيدها بعقالها حرق يذيب وكحرق وحرق مرة النعمة ده إنا السيف قريست وارنتي من كوارنا إنك وارنتي إنا نعمل قش مرة واللي قاعد إنك هذا ما نكش والله الله بين مشيين وقف كرم بدن متكرم بدن مجر ومن أصدق من الله قيلة لكن نفتدي بين كل شيء هاي سنين النعمة إلهي سكة لا تكون قاري كرتها كل شكر ولذلك صحابي النبي قم حياة هاي نعمة مركي لقل ولا قال كجري حقا لعقه هليا ولسا أرضيا وهر نعمة إلهي بكسي وصدقين هاي أو بكر وحولي عور وحولي هاي أنا ما أنا حقا لعقه إيتمد يا وحان مغرب النبي قم حياة صدقين حياة مكاسان وحان إري ولا ما أنت حقا بعد هاي ساي إنو سا أو بكر كافر مري حقا نعمو هاي ما أنت جاوك وحو جرى مكاسو الله سأرضي هاف انتو سوقي ها وسوق قوي بوي كان أبو بكر بويري نبي عمره محل كسوت تيمي مكاسو نبي رسول كلاه هاف انت ما كسوت انت هاف كيد بعرفتو كسوت سي أبو بكر أذول محل قصوت تي سيري إلهي يا رسول كسان قصوت تي وحبك ما سوت تي وحنا واقع يعني كير سينا أكل سريين صحابة النبي يعني عمل الشكر يا أم وقنجرت أو بكر كان وأنك مركو صلاة تشير يا أوي وأنك مركو وحصد قيسنا يا كوء ومتك النبي صلى الله عليه وسلم مركو هي الأبا هذا كوء
وامدك مركي امد النبي وكته وكامنه وانن كان نعمه الهي اي كم وقت وحكست نبي يري يا ما انت وابرس اسغا صومن انا رسولك الهي يا ما انت وحسقيس انا رسولك الهي يا جنازه بوقدي انا رسولك الهي يا ساسمي انا رسولك الهي محو قاره انه امد قفكه وشرفت بدنا وما حي واما بنعمه ربك فحدث اعملوا ال داوود شكرا نعمه كالشكر لك يا اخوان وهيستا نعمه وهيستا ما انت كشكري نعمه هباب انه ورها قومي النعمه هقومي نعمه هاي اسك ضيع الهو حن كبر هي نعمه ونو قال انه نو تاميه ولي بالنعم كدينيا الهو نعم كدينيا يكو اخرويا يكو دنيويا ابو نو تاميه اللهم اسبغ علينا نعمك ظاهره وباطنه اللهم لا تجعلنا من الذين يكفرون على النعم بالنعم اللهم اجعلنا ممن يشكر على النعم باعضائه وبقلبه وبلسانه اللهم اجعلنا من الشاكرين اللهم اجعلنا من هؤلاء القليل القلة الذين يشكرون على النعم اللهم ردنا إليك مرضا جميلا اللهم انصر من قال لا إله إلا الله واجعل كلمتك هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى اللهم من أراد الإسلام والمسلمين كيدا من شياطين الإنس والجن فاجعل كيده في نحري وخذه أخذ عزيز مقتدر عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون